محمد لو سمحت بعد اذنك بس ركز مع لها شويه عشان عايزه اصورها بس فيديو. ماشي سيلفي يعني؟ اه لابسه التلبوق. ماشي صور بس فيديو بس كده. ايه مهم. ماشي بصوا بقى يا بنات، النهارده هكلمكم عن نصايح ازاي تتعاملي مع جوزك في الحياه الزوجيه. اول نصيحه هكلمك فيها عن الروتين اليومي. لازم يكون ليكي روتين يومي في حياتك. اول حاجه بتصحي من النوم قبل ما جوزك بيصحى، حتى لو بيصحى الساعه 6 الصبح. انا جوزي بينزل بيصحى الساعه 6 الصبح، تصحي قبله تحطي فيه الميك اب، تمام، تبتدي انت تحضري الفطار بتاعه بشكل شيك كده، وتعملي بقى الطماطم على شكل ورده بالحركات الحلوه دي، وبعد كده بقى تشوفي بنوتك لو عندك بنوت صغيره بقى ببنوتها حياتها، وتقولي صحي صباح الفل يا حبيبي، صباح الفل يا بيبي، صحي كده بدلع كده باستقبال كده حلو كده، اصحى من النوم يا حبيبي والكلام ده. صحي من النوم فطري، بعد كده حضري الفوطه والحاجه بتاعته عشان ياخد الشاور بتاعه، وبعد كده حضري له بقى هدومه وهو على الباب. طبعا هتلاقيه دخل جه يدخل بالشوز الشقه، اوعي تتنفذي خالص او تتعصبي، عادي يدخل بالشوز الشقه عادي، ايه المشكله؟ ما هو انت تنضفي، ايه المشكله؟ برضه ده واجب عليكي. ينسى اللاب وينسى حاجته ويدخل تاني بالشوز مره تانيه، برضه ما تعصبيش، دي حاجه عاديه، ما حاجه ما تنافسكيش خالص. بعد كده بقى في نص اليوم لو بنتك ضغطت عليكي او عصبتك، اوعي تتنفذي خالص، اوعي تتصلي تكوني تنفذي زي ما انتوا سامعين كده بالظبط كده. ماشي واهم حاجه تكوني مدبره جدا في مصاريف البيت، تعرفي كويس تدبري في مصاريف البيت كويس جدا. اهم حاجه بقى اهم حاجه لو قالك مش هنعرف نخرج النهارده، اوعي تتنفذي او تتضايقي خالص، عادي ما خرجكيش النهارده، يخرجك بكره، يخرجك بعده، الشهر الجاي، الاسبوع الجاي، السنه الجايه، السنه اللي بعدها، عادي جدا. انا جوزي ساعات كتير بيقول لي هخرجك وبيفكس لي ما بيخرجنيش، عادي ما بزعلش، بيقول لي مش قادر اسوق، انا تعبت من كتر السواقه، انا مش قادر اسوق، بيفكس لي. اوعي تفتكروا ان انا بزعل او بتضايق او بنتخانق خالص، بالعكس انا ببقى مبسوطه جدا ان هو بيرتاح في اليوم ده وبياخدوا اجازه، وانا بتفهم الموضوع جدا يعني عادي. لما يقول لي اقسم بالله الكذب ده انا يمكن يتسكت عليه ابدا. ايه محمد بنتي نصيحه للناس اللي عن الحياه الزوجيه؟ انت بتدي نصيحه لمين؟ للبنات عن الحياه الزوجيه، ازاي يعيشوا الحياه الزوجيه سعيده. طب وانت قلت لي فعلا الحياه الزوجيه سعيده بالنسبه أيوة. لنا احنا تمام. اه ده بيحصل؟ محمد ما تنكرش. ما كانش كده، انا مش فاضي اذاكرها. ايوه كم مره قلت لي مش هخرجك؟ زعلت منك؟ تقدر تعدوني كم مره؟ قصدك ما فيش مره قلت لك مش هخرجك ما زعلتش منك؟ انت كلام بجد في انت دي ده؟ محمد على فكره انت كده تخليني اقطع حاجات كتير جدا، وانا مش هقدر ان انا افضل قاعده على كتير. بص ليه بتعقد الناس في الجواز؟ الجواز جميل وكل حاجة، بس يعني هو مش جميل قوي. هو جميل بس مش قوي. ما نصحش بقى يعني، انا بنتكلم انت كده هتقولي الناس حياة وردية، لو ما حدش عنده الكلام ده هيفتكر ان انت عايشة الكلام ده وان الجواز غلط. لا خلي بالك انت كده بتأذي الناس، لو حد بجد يهمك امر لا انت كده بتأذيه، ما تبصوش، عارفين ان الجواز برضه مسؤولية. طب ما تدينا انت نصايح عن الحياة الزوجية من وجهة نظرك عن الحياة. نتطلق. خليني على فكره كده اقطع حاجات كتير جدا في الفيديو. ما هو برضه ما ينفعش تحوري على الناس، ما ينفعش، قولي برضه كلام منطقي، كلام يتصدق، اصل ما فيش من الدنيا كلها اصلا الجواز عندها سواد اسود، عندك انت اللي بسم الله ما شاء الله كريمه بالقشطه. انا هخرج. وانا مش اسلوبي المثالي برضه، ما انا عندي سواد اسود برضه، انا مش بقول لك ان يعني بص خلينا معترفين بكل واحد، يدي كل واحد حق. دي كل حاجه حقها. طب لو سمحت سيبني اكمل فيديو، والحاجه اللي تضايقك في الفيديو بقطعها، بس سيبني اكمله عشان انا عايزه افعل النهارده بعد اذنك. اتفضل. اهم حاجه بقى ايام الحمل واكتئاب الحمل، اوعي تطلع عليك اكتئاب الحمل خالص خالص. اكتئاب الحمل ده تمام، انت حاولي تتاقلمي مع نفسك ان الحمل عادي، طول ما انت حامل ما تبقيش تطلعيش اكتئاب الحمل عليه. هو ذنبه ايه في اكتئاب الحمل؟ هو يخرجك ويفسحك. طفله زي دي تنكد. انت متاكده انها بتحور؟ انا عارف انت متاكده، انا عارف. الاطفال احباب الله. بصي الاطفال احباب الله والله العظيم، والله مصدقه، هي مصدقه هي مصدقه. ساعة الولادة بقى مش هتلاقي كل متوترة خالص ولا قلقانة، عادي يعني الموضوع كله نص ساعة وهتخرجي. الكذب ده لا يمكن السكوت عليه. طب أنا اتوترت يوم الولادة؟ أبدا. أنا عملت فيهم حاجة في المستشفى؟ ده أنت فضحتين. ده أنت فضحتين. ده أنا فين لحد النهاردة أحمد إبراهيم بتاعي كره اليوم اللي أنا عرفته.
عمال ابراهيم كده. انا قلت لك ايه؟ قلت لك اتاكد ان هو اللي هيولدني وهسكت. اقسم بالله انت فضحتيني. ما انت فرجت يوم لا اله الا الله. معلش بقى يا جماعه مش عارفه كمان بقيت بهز عشان جوزي مش متخيل مش عارفه اصوره ان شاء الله اصوره لكم في مو وانا مش موجود فيه. عشان ما اسمعش الكلام ده عشان ما اسمعش كده عشان تحويل ده ده كلام مش حي ده. اشوفكم في فيديو جديد. شكرا شكرا. لا بقى تربوم ده وكلميه راجل لبابا عشان في فشل دي يعني هاي ماشي.